فيما يتعلق بالملف اللي هو تعرف بملف الطفل عدنان الذي يروج على مواقع التواصل الاجتماعي، اولا خصنا نكونوا واضحين في هذه المساله. هذه جريمه لا زالت غير واضحه المعالم، لان يلاه توضعت يد الابحاث التمهيديه، يعني البحث التمهيدي، يعني هي في اولى مراحلها، ما عندناش معطيات واضحه حول هذا الملف. اللهم ما يتم ترويجه في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الصحفيه. طيب الى غادي ننطلقوا من الاساس، حنا كرجال او كنساء في القانون، اول حاجه غادي نقولوا قرينه البراءه اصل، ومنها ننطلق بطبيعه الحال مع ضمان جميع سبل الانتصاف للضحيه او لذويه. هذا اصل. كنعرفوا ان الماده 75 من قانون الصحافه والنشر والماده 303 من قانون المسطره الجنائيه كتمنع نشر صور ديال شخص مدان او نشر تحقيق او تعليق او استطلاع للراي يتعلق بشخص تجري في حقه مسطره قضائيه بصفته متهم او ضحيه، ديال الماده 303 من قانون المسطره الجنائيه. يعني ما الاحظه شخصيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعه من الاخلالات بنصوص قانونيه. الملف بين يدي الضابطه القضائيه تحت اشراف النيابه العامه. الا كان ما عندناش الثقه في المؤسسات وغنبداو نديروا الاحكام بهالطريقه، يعني يولي الفيسبوك مجتمع مستقل بذاته بعيد كل البعد على الواقع المعاش، ونبداو هو يصدر الاحكام ويهز صور الناس، حتى صورة الضحية أتحفظ وأتأسف حينما أرى بعض الناس كتستعمل صورة الضحية. راه داك الضحية راه طفل أولا، ثانيا عنده عائلة. أي حاجة كتقوم بها اليوم كتسيء القانون وكتسيء العائلة ديال الضحية. من قال لك ومن سمح لك بأن تنصب نفسك مدافعا او غير مدافع مع او ضد عقوبه معينه؟ هذه كلها امور انطباعيه ان صح التعبير. يعني انسان ما بقاش كيخدم بالعقلانيه، الانسان تيخدم بانطباعات. الملف بين يدي الضابطه القضائيه كما قلت مرحله ديال البحث التمهيدي. الايام القليله المقبله غادي تبين طبيعه الحال القرار ديال السيد ممثل الحق العام واش غيحيلوا على التحقيق ولا بطبيعه الحال غيحيلوا على التحقيق، لان الجريمه على حسب ما سمعنا به هي خطيره وخطيره جدا. اما نقولوا الاعدام ماشي الاعدام، هذا نقاش لاحظت بانه كيكون موسمي على حسب بعض القضايا اللي كيهتم بها الراي العام، كتبدا تبان لنا التيار ضد التيار بواحد النوع من شنقول لك، يمكن من الانتهاز يد المواقف. يعني حتى الانسان اللي باغي يناضل على موقف معين والناس احرار بطبيعه الحال يتبناو الراي اللي بغاو مع او ضد عقوبه الاعدام، ماشي هذا هو النقاش ديالنا وماشي هو هذا زعما ماشي هو الموضوع. الموضوع هو كيف نحد من ظاهره اجراميه خطيره اللي هي هذا الشيء البيدوفيليا. كيف يمكن للمجتمع ان يساعد بطبيعه الحال الجهات المسؤوله عن الحد وعن الوقايه من الجريمه وتدبير سياسه العقابيه وسياسه التجريم من اجل الوقايه من مثل هذه الجرائم الخطيره الماسه بمستقبل هذا الوطن ومستقبل المجتمع، لان فيها اطفال. بطبيعه الحال خصنا نطرحوا السؤال، كيف يمكن للجهات المسؤوله ان تضع استراتيجيات محكمه تستطيع من خلالها الحد والوقاية من هذا النوع من الجرائم، مع العلم أن الناس اللي تيكونوا أبطال في مثل هذه الجرائم حسب الدراسات ديال علم الإجرام أو العلوم المرتبطة بالقانون الجنائي كتقول بأن هاد الناس اللي كيديروا هذا النوع من الجرائم تيكونوا هما ضحايا في الأصل. من المسؤول عن ضحية؟ من المسؤول عن الضحية
اللي خلاه يمر من مراحل حتى يوصل يولي مجرم. شكون مسؤول؟ أسرة؟ المدرسة؟ الدولة؟ المحيط الاجتماعي؟ من المسؤول؟ هذا سؤال يطرح وخصو جواب، ويمكن لا فكرنا فيه غادي نحيدو الجريمة من الأصل، لا السورس، يعني من الأصل ديالها نحاربوها، ماشي نحاربو الشخص نبطروه من المجتمع. شحال غتبطر من واحد؟ يمكن هذا الملف أو غيره كشف لنا جريمة من هذا النوع اللي هي مؤسف أننا كنعيشوا وكنسمعوا في حال هذا الشيء، ولكن المسكوت عنه اللي ما اللي بزاف الناس ما سمعتوش. عندنا آباء كيعتديوا جنسيا على الأطفال ديالهم، عندنا آباء ينتجون مجرمي مستقبل، حيت منين كيتعدى على الطفل ديالو أو الطفلة ديالو داخل البيت والاماكن المغلقه، الاسر فيها بزاف الاعتداءات، حنا كنعرفوا هذا الشيء وكنتعايشوا معه، شنو هو المستقبل ديال هاد الاطفال؟ الا كانت الاسره اللي هي الخليه الاولى والاساسيه في المجتمع لا تنتج ناس في زعما في 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 كامل قواهم النفسيه والعقليه والجسديه بواحد الشكل اللي غادي نقدروا نقولوا يكون فاعل ومنتج ومصلح لهاد البلاد، اش كتنتظر منه؟ وفي نهايه المطاف كنجيو نقلبوا على ردود افعال انطباعيه مبنيه على العاطفه، مبنيه على الانتقام، على الغريزه البشريه اللي فيها نوعا ما رد الفعل والانتقام. لا ما خصناش رد فعل وانتقام، وكيفاش غتكون هذا الاخصاء، وكيفاش غيكون هذا الاعدام، وكيفاش غنعلقوا، وكيفاش غنشنقوا، وشكون غيحضر شكون ما غيحضرش، هذه كلها امور لا تليق بالحضاره ولا تليق بالمجتمعات المتحضره. الاعدام كاين في القانون الجنائي، حتى الاشكاليه ديال الالغاء والابقاء ما طرحش نفسها حاليا لانه كاين في القانون الجنائي. عندنا الفصل 392 اللي تقول كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا ويعاقب بالسجن المؤبد، لكن يعاقب على القتل بالاعدام في الحالتين الاتيتين: اذا سبقته او صاحبته او عاقبته جنايه اخرى، إذا كان الغرض منه إعداد جناية أو جنحة أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو تسهيل فرار الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من العقوبة. كذلك 399 يعاقب بالإعدام كل من يستعمل وسائل التعذيب أو يرتكب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية. حنا مازال ما عرفناش في هذه القضية مجريات البحث هي اللي غتبين واش كانت أعمال وحشية، واش كانت تعذيب، واش بطبيعة الحال مسألة ديال عاقبته أو سبقته جناية ممكن احتمال وارد إذا كان بالفعل هناك هتك عرض طبقا لمقتضيات المادة أو الفصل 485 من القانون الجنائي راه جناية، إلا اقترن بالقتل راه هما جنايتين وبالتالي كينظر تجد كاينة عقوبة ديال الإعدام، هذه فيها عقوبة الإعدام. كذلك الفصل 474 ديال الاختطاف إذا نتج عنه موت حتى هو فيه الإعدام، دونك الإعدام كاين في القانون الجنائي. الإشكال اللي يمكن يتطرح هو التنفيذ أو عدم التنفيذ، لأنه من سنة 1993 ما تنفذتش عقوبة الإعدام في المغرب، دونك يمكن الناس متعاطفة وبطبيعة الحال حنا كاع تعاطفنا مع القضية ديال الطفل عدنان، ولكن السؤال اللي يتطرح ويمكن يتقبل في النقاش اليوم هو انه الى تابعت النيابه العامه المشتبه فيه زعما اكس او ايغريك، مازال ما عرفناش واش هو هذا الشخص نفسه او اشخاص اخر، الى تابعته النيابه العامه تبقى لمقتضيات هذا الفصول اللي فيهم الاعدام، هل سيطبق الاعدام في حقه؟ هل لن يطبق؟ هذه امور يمكن نطرحوا فيها سؤال. اما ردود الافعال العاطفيه أو الانتقامية خصنا نعرفوا بأن الإعدام في حد ذاته ليس بعقوبة، العقوبة راه كتحدث واحد الإيلام في الجاني والغاية ديالها هي الإصلاح والإدماج، والعقوبة مديورة باش داك الجاني يحس بالألم ويحس بالخطأ وجسامة الخطأ ويتعذب ويتحرم من الحق ديالو في الحرية وفي ممارسة الحياة بشكل عادي وطبيعي لأنه خصو يحس بالعقوبة. أما الموت ليس بعقوبة.